هاد المفهوم منظمين اختي علم قبل الغازوال وما وكان طالبوا لي الزياده في العداد. راه انا مواطن، راه انا مواطن، راه انا مضرور، راه انا ملي غنبغي نشد الطاكسي راه انا واكل العصا، راه داك مول الطاكسي لازت على الكليان، راه داك مول الطاكسي توا غيزيد عليا انا. وبالنسبه للغازوال بزاف داكشي جاي زعما بالنسبه لهاد الزياده ديال الغازوال بزاف، وماشي غير الغازوال، راه المواد الغذائيه لا ما ابار داكشي حتى المواد الغذائيه. المحلات راه مولي المحلات راه ما بقاو كيبيعوا ويشريوا ما والو، راه مساكنه بقاو كيتشمشوا كيجيبوا السلعه زايده في الثمن، ملي كيجي عنده السيدي تقدا كيلقاها زايده في الثمن. احنا غير ما يزيدوناش في المازوت ما غنزيدوش على الزبائن، لان ثاني كما قلت لك راه انا كنكون زبون، راه انا ملي كنبغي نمشي نهز الطاكسي ديالي حتى انا كنمشي نركب في الطاكسي على فين غنركب، ولا غنركب في ديك الحافله ولا في اي حاجه، راه كلشي مضرور. نتمنوا من هاد الحكومه دير شي حل، راه غتنوض واحد ورا الرساله ديالي كنوجهها للمسؤولين وعلى رئاستهم رئيس الحكومه، راه غتنوض في هاد البلاد هادي. وهاد الوقفه راه ماشي غير في كازا، راه على انحاء المغرب بالنسبه للمنظمه الديمقراطيه للنقل واللوجيستيك. اليوم دارت هاد الوقفه هادي شي هاد الوقفه هادي في المغرب كامل ديرها المنظمه الديمقراطيه للنقل واللوجيستيك الاودو تي ال الامين العام ديالها مصطفى شعون. هاد الوقفه راه وقفه انذاريه ومازال جايين وقفات اخرين، الا ما كاينش شي حل غادي نخرجوا للشارع عاوتاني. وتحيه لي. هاد الوقفه على قبل تفعيل الغازوال المهني اللي هو قرار فات لي خرج ولكن ما تفاعلش ما طبقش، وكاين بزاف القرارات ما كتطبقش بحال هكاك. فات الدوله خرجت الغازوال المهني وبدات فيه ولكن ما فعلاتوش، بداو السائقين كيتسجلوا وكياخذوا واحد لاكارت باش ينقصوا لهم ولكن ما تفاعلش، ما عرفنا شنو هما الاسباب. بحال بحال القرار ديال التوسعه ديال المجال الحضاري اللي هو ما تفاعلش طبق فقط شهر، كنعرفوا شنو القرارات كتخرج وما كتطبقش ما كنعرفوش، دائما قرارات لا حكوميه لا الولائيه ما كاين القرار ولكن التنفيذ ديالو ما كاينش، هذا هو المشكل. وفي نفس الوقت راه كنطالبوا بالدوله خاصه تدخل في محطات الشحن اللي خفت الارباح ديالها، لانه درهم ونص في الاطار فهي بزاف، خاصه ترجع كما كانت 50 فرانك. وفي نفس الوقت الحكومه هي خاصها تخفض الارباح ديالها من التيفيه، والزيادة ما كايناش حاليا، ان حنا مواطنين، المواطن كيعاني حتى هو، وكاينه منافسه شرسه من غد من عده وسائل الاتصال، اولهم هما التطبيقات الداخله على السياقه المهنيه، تطبيقات اللي الولايه مسينيه مع واحد التطبيق كيخدم مع الطاكسي ولا كيخدم مع السيارات الخاصه، وكاين عقوبات اللي مكتوبه في دفتر التحمل وما طبقاش. كاين واحد التطبيق الروسي اللي داخل بقوه المال والناس كتسجل فيه عبر المراسله باغ انترنت بالصور، و 50% من هاد السائقين فهم مسجلين وثائق مزوره، وهذا الشيء خطر على المجتمع وخطر على كل شيء. رساله نتمنى الحكومه تدخل، انه ما بقاش مجال ديال السكوت، فالحكومه خاصها دير الخدمه ديالها، هذا الشيء علاش هي موجوده. اليوم كنديروا هذه الوقفه احتجاجيه كما كتشوفوا الاخوه المناضلين الاخوه الشرفاء، اليوم كنديروا وقفه احتجاجيه على الارتفاع الصاروخي ديال المحروقات، لان ملي كتولى الزياده في المازوت كلشي كيتزاد، المواد الغذائيه هي كتزاد. اليوم حنا كنطالبوا بالناس ديال الحكومه انهم يعطيونا واحد الدعم ديال الغازوال، لان هما كيقولوا بان راه كيتزاد في السوق العالمي والسوق الاوروبي، علاش ما يتزادش على الطوبيس؟ علاش الطوبيس كيدير المازوت في الديبو؟ علاش حنا كنديروا في ستاسيون غير بوحدنا؟ حنا كمواطن كلام في كلام كلام في كلام، ما كاين حتى حاجه، ما كاين حتى شي حاجه، كاين الشفوي وكاين الحلول الترقيعيه. كانوا دابا يومين باللي فاتت كانوا
اتصلوا بالناس المسؤولين على اساس باش ما يديروش الوقفات باش يكون الحل، ما داروا حتى شي حل. اليوم حنا كنقوموا بوقفه احتجاجيه، واذا كان التجاوب ما كانش تجاوب غيكون اضراب وطني ان شاء الله على الصعيد الوطني. غنسكتوا الطوموبيلات ديالنا وغنوقفوا، لان ما نقدروش نزيدوا على المواطن. خرج الجريده الرسميه كيقول لك زيد 20% على المواطن، واش المواطن اللي غنزيدوا عليه حنا؟ انتم زدتوه في الصالير، ما زدتوش في الصالير، كي غنديروا حنا نزيدوا في المواطن؟ كنفكروا المواطن، حنا ملي كنحطوا السياره حتى حنا ما كنكونوش خدامين، راه حتى حنا كنمشيو نركبوا في الطاكسي، حتى حنا غيتزادوا، حنا ما ملك الطاكسي ما من خدام، راه مع الطبقه الهشه، مع المواطن اللي مغلوب الامر ديالو، هو اللي خدامين معاه، هو اللي كيركب في الطاكسي، هما الناس اللي عندهم المشاريع ديالهم وعندهم ما دايرين كيركبوا. هذا الطلب كنوجهوا خصوصا للسي اخنوش، لان السي اخنوش الشعب اللي داروا اليوم كيصوت الشعب، حشومه وعيب وعار، كنوجهوا ليه، هو المسؤول الاول على هاد الارتفاعات هادي. هو اللي كنوجهوا له هادشي، والسي اخنوش حنا راه ما غاديش نسكتوا على هادشي، اليوم حنا درنا وقفه وغدا ان شاء الله راه حنا غنديروا وقفه اضراب وطني ان شاء الله على الصعيد الوطني. ما عرفتش دابا غادي يكونوا ان شاء الله غادي يكونوا حوارات على المستوى ديال الحكومه، كان شي حل ما كانش شي حل من وراء راه غادي يعلن على اضراب وطني ان شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.